ليه مدهني مغلباني مش عارفة مين فينا بيربي التاني، بس بصراحة سك. بتعمل حاجات مش متوقعة، هي بتحب الطبخ، تخيلوا بقى ممكن نعمل ايه. دي عزة مامتي مجنناني، ما بتسمعش كلامي ما باجي اعمل اكل معاها، اصل المطبخ ده لعبتي، شوفونا في المطبخ واحكم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هنعمل مع بعض حاجات حلوه جدا واكله مصريه. هنعمل صياديه السمك وهنعمل رز بالبصل اللي هو بتاع صياديه السمك. يلا بينا نبدا يا توتا، انت هتعملي لنا ايه النهارده؟ انا ايوه هعمل لكم عصير ليمون بالنعناع. الله، لايق جدا طبعا مع الاكله اللي احنا ناكلها النهارده بعد ما كده نتغدى نحط فيها تلج ونبقى تمام، نشرب وراها الليمون بقى بتاع توتا ويبقى كده تمام. يلا بينا نبدا. هتعمل لنا ايه النهارده؟ هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل رز الصياديه. اتفضلي قولي المقادير بتاعك. هنعمل رز الصياديه توتا. هنولع بس البوتاجاز بتاعنا ونحط الحله بتاعتنا عشان تسخن عبال ما نقول المقادير ونبدا مع بعض. اهي الحله بتاعتنا تمام اهي، نحطها هنا ونولع البوتاجاز. يلا اول حاجه نعملها مع بعض السمك بتاعنا، هنتبله ونحطه على جنب عبال ما نخلص الرز، وبعد كده نبدا نشوف هنعمل ايه الخطوه الثانيه. كده نشيل ده تحت يا توتا. هنجيب كده بوله او طبق، مشكله، نحط فيه السمك بتاعنا. هترى هتعمل لنا ايه بقى؟ المقادير بتاعتنا ايه؟ سمك، التوابل اللي هنتبل بيها السمك، الكزبره، الكمون، الليمون، ليمونتين كده معصورين، ملح، توم. بس نبدا بقى نحطهم كده مع بعض، نحط رشه ملح بس مش كتير قوي، كتر حاجه بتبقى وحشه. برافو عليك يا توتا، نحط رشه كزبره كده حلوه، نحط حبه كمون، طبعا اساس الاكله الكمون، نحط كمون ونحط التوم بتاعنا، ننزله كده كله، طبعا نفرمه كويس قوي عشان ده بيفرق معانا، يعني انا بحب افرمه كويس عشان ايه ما يبانش قوي، يعني يبقى مدي طعمه اكتر. ونحط الليمون يا توتا، الحاجه اللي فاضيه حطيها هنا علشان. برافو عليك يا توتا. هندوب بس الصوص كده شويه اهو كده يا توتا، ونقوم منزلين السمك بتاعنا فيه، نشيل بقى الحاجات اللي احنا مزوقين بيها دي باذنك يا توتا. ماما نزوق الاكل قبل وبعد. تمام، طيب هنحط السمك بتاعنا هنا كده ونبدا نقلبه مع الحاجات اللي احنا حطيناها. شاطره يا توتا، برافو عليكي. طبعا احلى سي. احلى فلي سمك، احلى فلي سمك في الحياه. برافو عليكي. هو لما بتشال هو بيتساب في التتبيله دي يا توتا بيدي طعم حلو قوي، وكل ما نسيبه شويه طبعا ايه بياخد طعم من التتبيله. طبعا انا المفروض امسك جوانتي او انت في البيت بتفضلي تشربيه كده التوابل والحاجه بتاعتنا اللي احنا عاملينها. انا طبعا عشان مش عايزه تمام تتصرف لي، بقت عارفه المطبخ اكتر مني. تمام يا توت، برافو عليكي، بس هياخد وقت معانا يا توت. لا خلاص يا توت بلاش، نكمل يا توتا. توتا انت ممكن لو لاقيه جوانتي تكملي تعملي معاها. نحط كده الزيت في الطاسة عشان نبدا في الرز. احنا كده قلبنا ده كويس قوي وهنسيبه لحد ما نخلص الرز ونرجع للخطوه اللي بعديها بالنسبه ليه. تمام، حطينا الزيت بتاعنا، نزود شويه كمان كده اهو، وهننزل بالبصل. ماشي بالبصل بتاعنا عليه. انزل كده بالبصل بتاعنا وتسيبه يتحمر. بصي بقى يا توتا، هتاكلي اكله تحفه،
اما الريحه تطلع يا لسه الريحه ما طلعتش. الريحه تطلع. انا محضره الزيت هنا في الطاسه عشان خاطر نحمر فيه. الريحه تطلع مين يطلع؟ توتة. الاستاذه توتة الشيف. الاستاذه توتة الشيف. لا انت بقيتي شاطره يا توتة وحافظه الاماكن وبتطلعي الحاجات وبرافو عليكي. برافو برافو. هنسيب البصله تدبل كده لحد ما تاخد لون. احنا عايزينها غامقه خالص يعني اغمق درجه في البصل عشان خاطر نستفاد منها بقى في الايه. نقلب بقى كده يا ماما عشان لحد ما تاخد معانا اللون مننا. طبعا في ناس بتضيف صلصه، في ناس بتضيف طماطم، في ناس بتضيف فلفل الوان للحاجات دي، بس عشان احنا عاملينه رز صياديه فاحنا هنعمله بالطريقه المعتاده الثابته بتاعتنا. هي اختارت طماطم. انا ما لا الطماطم دي للسمك. تمام كده حمر كويس. وانا ما بحبش اضيف زبده للرز، في ممكن حد يكون حابب يضيف الزبده مع الزيت، دي حريه شخصيه، الاكل بقى اختيارات يعني براحتكم، اختاروا اللي انتوا عايزينه. طبعا يعني مش قادره اقول لكم كله طالع عليا نايمه. تمام كده احنا ممكن نعمل خطوه حلوه، ممكن ناخد الدقيق ونبدا نبدر السمك بتاعنا بيه ونبدا نقليه، واحنا بنعمل الخطوه دي مع دي نبقى شغالين مع بعض كده في الحاجتين. ولسه عندنا خطوه ثالثه اللي هي بقيه الصياديه بتاعتنا، فاحنا عايزين نبقى شغالين على كذا حاجه ما نعطلش على حاجه حاجه، يعني نشتغل كله مع بعض. فممكن نعمل كده كده، ابدا اسخن الزيت بتاعي كده ونعلي النار عشان نبدا نقلي مع بعض. احنا مش هنقليه قوي، احنا هنقليه نص قليه عشان احنا لسه هنكمل تسويته في الصينيه بتاعتنا. تمام البصله اهي قربت معايا والزيت بيسخن معايا اهو. تمام هنشيل بس الرز كده سنه. انا عايزه ابدا في الصلصه. هنبدر او في الحاجات اللي احنا هنعملها. انا ممكن اطلع الحلوه. هنبدره انت استاذنك. لا استاذني. نعمل كده مع بعض. نحط كده. تمام نجيب الكبه بتاعتنا ونبقى عينينا على كل حاجه، ما يعني ما نسرحش كده ونلاقي الحاجه اتفصلت معانا. ايه يا توتا؟ نعملني يا ماما. توتا طبعا عشان عرفت ان في مكافأة النهاردة بعد الأكل فمزقططة، ده العادي. مش مزقططة بس. تمام تمام. بص البصلة بس أنا عايزاها أغمق من كده شوية كمان. المرحلة اللي جاية أنا هعمل حاجة، أنا هاخد معلقة سكر من عند توتا وأحطها على البصل عشان نكرمل البصل مع بعض، وده بقى بيدينا تيست عالي قوي في الأكلة، وهيتشوفوا لون الرز هيبقى عامل إزاي، زي كده يعني الذهب هيبقى ذهبي كده وحلو قوي. تمام انا عايزه معلقه بس يا توتا عشان مهم قوي في المرحله دي. شكرا بعد اذنك. معلقه بس عشان على قد ال نحط كده المعلقه بتاعتنا ونقلب كده تقليبه حلوه. بصوا ابتدى يغمق معانا ازاي ويدي اللون الحلو. حلو قوي كده، روعه، حلو قوي. تمام اكيد تروحها. مش عايزه اقول لك روحها لغايه فين. اغمقها سنه كمان عشان اديكي لون الرز اللي انا عايزاه يا ماما. توتا وانا ممكن اخد المايه بتاعتك واعمل لك مايه تاني؟ يعني نبقى نملى شويه. لا شويه شويه. شوي. لا شويه بس بسرعه بقى يا توتا استاذنك. شكلي اكله هيتحرق. شكرا. وانا هبقى احلى. نعمل كده، خلي بالنا عشان الزيت جنبينا يبقى ايدينا واطيه كده في الحله. بيتحرقنا كده. تمام حط حبه كمان بس. تمام بس هو ده هيقضيك يا توتا ان شاء الله. تمام هنعمل ايه بقى؟ هنحط رشه كمون هنا كده حلوه، وهنحط الملح بتاعنا. تمام هنقلبه كده تقليبه. الله هنسيب غلوه ياخد غلوه كده قبل ما نعمل البصل مع بعض. مش قادره اقول لكم الريحه واصله لي لغايه
يعني بص ريحه البصل واصله لها. امال لما نكمل هنعمل ايه؟ انا هجيب لا انا هنعمل على الترابيزه نقطع بيها البصل بس كده مع بعض. اخد السكينه دي لا خلينا نجيب تمام. اقطع كده البصل مع بعض جزئين كده بس مش اي تقطيعه مش مهم تمام معين. صح؟ اه يعني مش اي تقطيعه لو لقينا اي حاجه بس زياده كده حافظاها شيلها اقطع كده تمام. البصل طبعا لازم نقطعه عشان يبقى اسهل لنا في الكبه وما نقعدش بقى ايه نستنى وندور ونلف يبقى على طول معانا. ايه فايدتها في بقى الاكله دي يا ماما؟ لا سمك. سمك ايه فايدتها؟ سمك يعني ايه؟ يعني كل حاجه كويسه في السمك يا توتا مفيده. مش فاهمه حاجه يا ماما يعني ايه؟ يعني ايه ايه؟ هو السمك يا توتا مش دوت فيه فيتامينات كتير وفي حاجات مفيده كده. بص ابتدى يجري معانا اهو كده. احنا مقطعين بصل هنا كتير عشان الصياديه كده. الميه غليت معانا هننزل بالرز كده. ننزل بالرز بتاعنا على قد مقدار الميه معانا كده. هو تمام على قده. ايدي ظابطه الميه كده. هنغطي الحله بتاعتنا وهنسيب الرز يستوي براحته. نجيب الغطا كده. انا هرفع بس ده سنه كده عشان سخن معايا وانا لسه ما جهزتش بده. تمام هنقفل شغل الكبه. كده تمام تمام كده بقى حلو قوي. يلا ننزل الخلاط بتاعنا. نبدا يا توتا نعمل ايه؟ مش عارف. الليمون بيتحط في الخلاط هو بيتحط في الخلاط انا مش عارف بس اكيد كل الدنيا عارف. هنبدا بقى نحط الطاسه بتاعتنا هنا كده كده تمام. ريحه حلوه قوي يا ماما. ريحه حلوه. انا ممكن انقل بقى هنا دي على دي راحة كده هنا عشان خلاص دي خلصت كده هنسيبها تستوي مع نفسها هنا. طب انت بقى تكملي دول على دي وهبدا هنا بقى اجيب دي اقربها مني بس هوطي النار لحد ما ابدا فيها. اتفضلي. ما كل دول على دي ولا لا؟ هفهمك دلوقتي يا توتا. هنحط الدقيق عليها ونبدا نبدرها بيه ونقليها حلو. بس هنبدا في الخطوه دي على طول كده. ننزل بالبصل هنا هنحط معلقتين زيت. ملح. مش هتحطي ملح؟ حطينا يا توتا ملح. حطينا ملح. حطينا هنا ملح وحطينا كمون وحطينا الميه وحطينا الرز وغطينا. هنعمل ايه؟ هناخد بقى كويس يا ماما شويه كده بصل حلوين هنا. خد الكبه كده. انا بفكر يعني تمام. حطيتي ولا لا؟ لا حطينا يا حبيبتي. حطينا زيت وحمرنا في البصل وبعد كده حطينا معلقه السكر كرملنا بيها البصل وبعد كده نزلنا بالميه والملح والكمون والرز وسبناهم يغلوا مع بعض. كمان كده هنبدا بقى نعمل ايه يا توتا؟ نبدا حوالينا كده. مش عايزه قوليلي. احنا ممكن نجيب شوكه بقى وننزل ايه واحدة واحدة. الرز ابتدى كده خلاص هنوطي عليه بقى. ابتدى يشرب المية بتاعته فهنوطي عليه خالص كده. بصي بقى يا توت هنعمل ايه هنا؟ ايه انت كنت لسه بتسأليني. اه هننزل هنا السمك ونبدره ونبدر بقى. نحط حبة دقيق حلوين كده تمام وننزل بقى كده السمك المتبل ده. ماما بس انت المفروض تحطي الدقيق وتقلبيه معانا عشان مش لابسه جوانتي مش عايزه احط ايدي يا توتا فبحط واحده واحده عشان خاطر ما ايه اعرف اعمله.
انا برضه كنت بقى ولو بايدي هنعمل كده اهو، هننزل هنا كده تمام. لازم نعلي النار كويس قوي. لحظه اللي انت قربتي تخلصي ولا لا؟ البوتاجاز هنا انا قاعده اعلي واوطي طبعا عشان خايفه لزيتي تحرق معايا، بس تمام كده. نبدا نحمر السمك بتاعنا. يلا يا توته، ايه رايك يا توته؟ حلوه الاكله؟ مش حلوه بس تحفه كده. احنا متبلينه هنا وعبال ما نقلي السمك هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني، استنونا. رجعنا لكم الفاصل وهنكمل اكلتنا مع بعض. احنا خلاص الرز استوى وطفينا عليه وهنكمل مع بعض الصوص، وخلاص حمرنا الفليه في الفاصل وتمام كل حاجه. بص اخد لون ذهبي حلو، ما رضيناش نحمله زياده شويه عشان هو لسه هيدخل فرن معانا. هنبدا بقى نكمل في الصوص عشان ندخل طبقنا مع بعض الفرن كده. هننزل بالطماطم بقى كده، وهننزل بالفلفل الاخضر بتاعنا، وده فلفل حامي اختياري بس انا بحب احطه في الاكله دي بيبقى طعمه حلو. بصي حطي كل الخضار، ممكن نحط قرن فلفل كده صحيح، هيدي منظر وهيدي برضك ريحه حلوه، هيتشوح كده معانا. انا حابه نفسي يا ماما. يا توته اشيل دول هنا اشيل. ممكن بقى نحط شويه ملح كده صغيرين، ونحط شويه كزبره او نحط الشكر، ونحب نحط حبه الكمون بتوعنا. بسرعه بس يا ماما، احنا كده جزقنا الكمون في كل حاجه تمام كده. هنشوحهم تشويحه صغيره قوي كده، وهنجيب مع بعض هنا معانا معلقتين رز هنحطهم كده، بس كده كويس. ونقلبهم كده مع بعض تمام. اللون حلو قوي يا توته والريحه جميله، مش اكتر من الريحه اللي انا شميها والله. ما هي اللي انت شميها اللي انا شميها. احنا الاثنين شامين ريحه واحده يا توته. كده تمام، انا ريحه وانت ريحه، انا طعم وانت طعم. تمام كده احنا هنضيف الميه بتاعتنا هنا كده ونسيبها تغلي غلوه واحده بس، وهنحطها بقى نحط نطبق الاكله مع بعض تمام. توتا انت مستعده؟ اه مستعده. الوجبه بتاعتك قربت. الوجبه ايه؟ الوجبه بتاعتي المشروب بتاع توتا بقى بعديه. الوجبه دي بتاعتي انا. بصي هما قولي لي يا توتا. بصي لو عايزه تعملي كده تمام. احنا هنعمل ايه بقى يا توتا؟ هنجهز الصينيه اللي احنا هنحط فيها كده، ونبدا نرص. لا ثانيه، اهي اهي ثواني يا توتا هطلع. هنبدا نرص فيها، نرص فيها السمك بتاعنا كده، ننزله نرصه كده. احلى سمك. احلى سمك فعلا، احلى سمك في الكره الارضيه كلها. كده تمام، نزله كده كله. عامه ما فيش طفله تقول الكلام ده، عامه انا الوحيده اللي بقول الكلام ده. بس كده تمام. الصوص بتاعنا بالرز بكل حاجه حطيناها هنا، حطينا بصل، حطينا فلفل اخضر، حطينا فلفل حامي، حطينا قرن فلفل، حطينا الرز، حطينا شويه ميه. هننزل كل ده، وحطينا ملح، وحطينا كمون وكزبره. هننزل كل المكونات دي كده عليها كده. بلاش الفلفلايه، انا مش حاطه ميه كتير لان السمك ما بياخدش سوا. ما حطيتوش. هنساوي كده. ايوه كده تمام. وهندخله الفرن على درجه 160 180. هو كده كده هياخد لون بس، ونفتح الشوايه عليه فوق وتحت لان هو مش هياخد وقت طويل في الفرن. وهروح بقى نشوف اكل التوته او مشروب توته. بتلخبط انا، حاسه ان هي بتطبخ معايا طول الوقت كده. ننضف بس مكاننا كده يا توته بعد اذنك. هنحتاج الخلطه، سيبينا اتعامل بقى. سيبيني. هنحتاج ايه مع بعض؟ الله تمام تمام تمام.
والخلاط والشفشق بتاعنا. الشفشق بتاعنا حلو قوي، شطوره. ثواني اركبوا لك توته، اساعدك بس. بصوا لو انتوا عايزين تعملوا نفر، في حاجه انت ركبتيه. انتوا لو عايزين تعملوا وفر، لو عايزين تعملوا يعني البيت كله، اعملوا 2 ليمونية و2 ليمونات. يلا يا توته، انا فتحت لك، ركبت لك الخلاط وفتحته لي، يلا بينا. انا بقى عايزه ايه، اعمل كوبايه، فانا هاخد 2 عشان مش عايزه اعمل نفر كبير. مش عايز تعمل لافراد كتيره يعني؟ بالزبط. تمام، نزل السكر بالراحه كتير. حلو، حطينا السكر، ميه، حطينا الميه. هتساعديني يا ماما؟ ايوه. بس ممكن تعملي لي كوبايه معاكي يا توته؟ طبعا يا ماما. ايوه. طب ثواني، انت ليه ما قلتليش من الاول؟ لا كده تمام، هي الليمونتين هتعملي. ناقص لنا ايه كده؟ النعناع. لا النعناع ده مش دلوقتي. لا النعناع الاخضر. النعناع الاخضر. برافو عليكي يا توته، برافو عليكي. بسم الله بسم الله، برافو. لا بصي ممكن. هسيب ياكل في بعض عشان يبقى عصير. حلو. واخر ضربة. اخر ضربة. الله، تمام يا توتة، برافو عليكي. اشيل لك الخلاط. استني بقى يا ماما، حط اشيلهولي معلش. افتحهولك معلش، احنا قلنا ايه؟ انت وسعي كل دول بقى. أيوة. عشان ابقى ايه؟ طب اشيل لك الحاجات اللي حواليكي. تمام. نعناع. يلا يا توتة، برافو عليكي يا توتة، شاطرة. هنحط قد ايه هنا يا توتة؟ مش حابة كتير يعني. قولي لهم كده هتحطي قد ايه؟ ايوه. بص انا عايزه اعمل شكل كده. بس كده، حلو قوي. بس كده؟ برافو عليكي يا توتة، عشان ما يبقاش كتير في الكوباية. هي بتحب النعناع جدا. بصوا. مع بعض الاكل اللي احنا هناكلها دي هتبقى ايه؟ ثواني يا ماما. اتفضلي، اساعدك. ايوه ساعدك. ايوه. الله، لونه تحفه 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 تحفه. لو انتوا بقى عايزين تزوقوا، انا هخلي شويه دول ليه عشان نشربهم. سلموه سلموه، يبقى حلوين كده. الله يا توتة. الله الله الله، هنا والشفا عليكم. حلو قوي يا توتة. خلصنا المشروب بتاع توتة، هنروح فاصل سريع ونرجع لكم تاني نقدم اطباق. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وطلعنا مع بعض صينية الصيادية، وتوتة خلاص خلصت المشروب بتاعها. هنقدم معاكم الرز، ويبقى كده خلصنا وصفتنا. تمام، البولة بتاعتنا ناخد دي. تمام، نعمل دي نغرف كده بتاعنا. خلاص يا توتة، خلصنا الأكلة. ايه ريحة الصينية تحفة، شمها يا توتة؟ أكيد شمها. هي بقى هتاكل على قد ما تقدر عشان تاخد المكافأة بتاعتها. ايه تختار بقى اللي هي عايزاه، اللي هي نفسها فيه. هنقلب مع بعض كده البولة كده. تمام، وبقى حلوة قوي، وريحة الرز حلوة جدا. طبق الرز والهنا والشفا. حبة السكر اللي حطيناهم مع البصل ادوا لون وكرملوا معانا البصلة. حط كده بسيط، زوق بيه الطبق. ما حطيتيش قلبه. وبألف هنا وشفا، الطبق شكله يجنن. وألف هنا وشفا بده ولا لا؟ وبكده خلصنا وصفاتنا، ونشوفكم إن شاء الله وصفة جديدة في يوم جديد في حلقة جديدة. هنشوفكم في حلقة جديدة وأكلة جديدة في برنامج أنا ماما. باي باي.